السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أهل المغرب الطيبين الكريمين، وشكر خاص لجلالة الملك محمد السادس اللي أتحنى الفرصة أن نعمل في هذا البلد، وكان الدعم وكل المساعدة من هيئة الاستثمار ومن الدوائر الحكومية، كان كل التسهيلات الحمد لله. باشرنا في هذا المشروع الحمد لله بسنة 2018، وبقينا نجهز لسنة 2019. الآن تم الافتتاح في شهر 6 2019، الآن ما يقارب العامين، والحمد لله كان في إقبال جميل جدا وكبير من أهل المغرب، وحقيقة يعني كان التشجيع، كل التشجيع كان من الزبائن الكرام، وكان السرور والإقبال الحمد لله. إن شاء الله حيكون مزيد من الأفرع قريبا بإذن الله تعالى في كل محافظات المغرب، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم الجميع، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم شعبنا المغربي العظيم. نحن حلويات ورد الشامية نرحب بكم في أي وقت، ونتمنى من الزبائن الكرام أن ينال إعجابكم في الحلويات التي ذقتوها من عندنا، وإن شاء الله الكنيان اللي باقي ما زارنا إن شاء الله يزورنا في أقرب وقت، وإن شاء الله يكون ينال إعجابكم الحلويات الشامية، وأهلا وسهلا بكم.